أشار تقرير لحزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا إلى أن العمال دفعوا حياتهم ثمنا لجشع وأطماع السلطة السياسية. وأكد التقرير أن أكثر من 22 ألف عامل فقدوا حياتهم في 17 عاما لحكم حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه تم إفقار العمال وعدم تأمينهم. وأكد التقرير أن السلطة كانت تضغط على العمال خلال فترة 17 عاما بتقليل أجرهم وعدم تأمينهم.